يلا نضحك يلا نرنم ضحكة وترنيمة يلا 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 نلعب يلا نصلي جديدة وقديمة نتعلم منها محبة الله وكل الناس منصلي معكم من كل قلبنا بكل إحساس ضحكي 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 وترنيمة ضحكي 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 وترنيمة مرحبا حبا الأطفال وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضحكة وترنيمة. قبل ما أبلش العزف والترنيم خلينا نشوف أصدقائنا الحلوين. مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ مرحبا. أهلين 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 بنورتنا. كيفك أمير؟ أنا منيح. أنا دائما مبسوط، بكون مبسوط لما بشوفكم. وإحنا كمان. أنا أكتر. جبرائيل. تفضلي. جبرائيل. تفضلي فرفور. بدي أقول لك إشي مهم. تفضل. اليوم الصبح وانا واقف على شباك غرفة امير ايوه سمعت امه بتقول له قوم يا امير رتب التخت وهو ما كان يقبل. مزبوط مزبوط انا كنت كمان شفت انا بحكي مزبوط مزبوط وكمان امير ما برد على الماما انه يعمل واجباته المدرسية. يعني انتو شو قصتم؟ انا حر ما بدي ارد على الماما. لا لازم ترد على الماما زي ما انا برد على الماما. مزبوط لازم تكون ولد مطيع. طيب يلا روحوا طيعوا ماما انتو. مزبوط يا امير ويا احباء الاطفال لازم نسمع الكلمة ونعمل فيها مش بس ليش نسمع. لازم ليش؟ لانه هيك يسوع بوصينا وهيك الاولاد الشاطرين لما ماما وبابا يطلبوا منهم اشي بيسووه. انبهي الماما يا امير تعال يا امير روح يا امير جيب يا امير حط جنلتني. هذا عشان مصلحتك يا امير لانها بتحبك مش لانها بدها تغلبك. صح لازم مزبوط. نسمع كلمة الماما. مزبوط. أي أنا مش مقتنع منكم يلا اقنعوني أشوف. راح أقنعك يا أمير بهاي الترنيمة اسمها طوبى للي يسمع ويعمل كمان. بتعرفوها مزبوط؟ بعرفها. طيب هادي بتحكي للي زيك يا أمير لازم نسمع ونعمل كمان أوكي؟ داي. اسمع بتعرفوها جاهزين واحد اتنين تلات. طوبى للي يسمع ويعمل كمان دايماً يبقى ناجح في كل مكان. طوبى للي يسمع ويعمل كمان دايماً يبقى ناجح في كل مكان دايماً يبقى ناجح في كل مكان. زي الشجرة المغروسة بجوار الأنهار كبرت 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 وجابت ثمار. زي الشجرة المغروسة بجوار الأنهار كبرت 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 وجابت ثمار. وورقها أخضر ودايما مزهر طوبى للي يسمع ويعمل كمان طوبى للي يسمع ويعمل كمان. هي برافو عليك. هيك أمير شاطر. كمان مرة خلينا نرتلها مع أحبائنا الأطفال وما تنسوا أحباء الأطفال إنه نكون نسمع ونعمل أيضا. واحد اثنين ثلاث يا أمير. طوبى للي يسمع ويعمل كمان دايما يبقى ناجح في كل مكان. طوبى للي يسمع ويعمل كمان دايما يبقى ناجح في كل مكان دايما يبقى ناجح في كل مكان. زي الشجرة المغروسة بجوار الأنهار كبرت 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 وجابت ثمار. المغروسة بجوار الأنهار كبرت 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 وجابت ثمار. وورقها أخضر ودايما مزهر طوبى للي يسمع ويعمل كمان طوبى للي يسمع ويعمل كمان. هي أنا قررت إشي. تفضل يا أمير. أحكي لك؟ تفضل. اترجاني. يا ريت يا أمير تحكي. برافو عليك برافو عليك. انا بسمع بس هالمره بدي افتح الدنين منيح وبدي اعمل كمان. شاطر يا امير. برافو. بعرف. وكلنا احباء الاطفال لازم نكون زي امير نسمع ونعمل كمان. مزبوط مزبوط. اتعلموا مني. برافو عليك انا كثير مبسوط منك يا امير. وهلا لازم نودع اصدقائنا
الأطفال ونقول لهم نشوفكم المرة الجاي. باي. نشوفكم. باي. باي.